ضيفتنا اللي معانا النهاردة اللي وقفت جنب بنتها وساعدتها وما زالت بتدعمها، وإحنا يعني معاها طبعا بندعمها وكل الدعم ليها. معانا الأستاذة نجوى عبد الخالق، والدة إحدى أبطال قادرون باختلاف، الطالبة خديجة شعبان اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء احتفال أو أثناء احتفالية قادرون باختلاف يعني أجلسها على الكرسي واستمع ليها عن تطبيق الدمج اللي هيخدم شريحة كبيرة جدا من ذوي الهمم. كل سنة وحضرتك طيبة يا مدام نجوى. صباح الخير. صباح النور يا فندم. كل سنة وحضرتك طيبة وألف مبروك. الله يبارك فيك. يعني عاوزين نعرف بقى في البداية ازاي ساعدتي يعني خديجة علشان خاطر صوتها يوصل وتحقق حلمها. في البداية طبعا احنا فضلنا معاها من صغرها علشان نقدر ان احنا نساعدها، واول ما اكتشفنا ان هي في عندها شوية مشاكل وكده طبعا بنوديها لدكاترة وبنحاول نهتم بيها. يمكن زمان وهي صغيرة الاهتمام بذوي الاحتياجات مش زي دلوقتي، يمكن دلوقتي حاليا بقى في حاجات متقدمة اكتر، يمكن هي لو كانت اتولدت متاخر كانت بقت حالتها احسن بكتير من دلوقتي. يعني الحمد لله على كل حال، على كل شيء. نعم. فاحنا دايما بنساعدها بان احنا يعني نحاول ندمجها مع الناس، ونحاول يعني انا لما دخلتها مدرسه عاديه بحيث ان هي تقدر تتعلم عادي وتاخد فرصتها في التعليم زيها زي اي حد تاني، بالرغم ان انا ما كنتش عارفه هي هتقدر ان هي تكمل المشوار ولا لا، بس الحمد لله هي خلصت ثانويه عامه وباذن الله ان شاء الله هتخش الجامعه السنه الجايه. يا رب ان شاء الله على خير. طيب استاذه نجوى، يعني احنا شفنا وكلنا فاكرين هذا المشهد وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيجلس خديجه على الكرسي وبيستمع ليها، وكنا بنتكلم على فكره تطبيق الدمج اللي كانت عايزه تعمله خديجه. ممكن تكلمينا عن هذا التطبيق، وهي يعني التطبيق ده هي عايزه تعمله لمساعده ذوي الهمم؟ لو بس احب اوضح، التطبيق مش بتاعها هي، هي التطبيق بتاع مجموعه من الشباب واحنا استخدمناه، احنا كنا مستخدمين ليه، قدرنا ان احنا عن طريقهم ان هم يساعدونا ان احنا نجيب لها شادو تيتشر في المدرسه. فهو صراحه مش بتاعها هي، بس هي نفسها ان يبقى ده التطبيق ده يبقى الناس كلها اللي محتاجاه. هي عايزه تعممه. عايزه عموما اللي محتاجاه. محتاجاه كل الناس اللي محتاجه شادو تيتشرز او محتاجه حد تساعدها يقدروا عن طريق الابلكيشن والناس اللي عملوا لهم. الشادو تيتشر عشان نوضح للناس يا مدام نجوى ان هو مدرس بيكون ملازم للطفل اللي محتاج اهتمام زياده. بالتاكيد وبيبقى ليه مواصفات مختلفه على حسب حاله كل طفل برضه، يعني كل حاله بيبقى لها احتياجات مختلفه. فهم بيقدروا ان هم يقعدوا معانا ونقول لهم ايه الاحتياجات بتاعتها، ويبتدوا يوفروا لنا او يدوروا لنا على حد بالمواصفات دي ويقدروا يوصلونا بيه. نعم. يعني دايما الاطفال بيحسوا بالحاجه بفطرتهم كده، يعني دون زيف او تجميل. ازاي استقبلت خديجه يعني لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيها، وان هو جاب كرسي مخصوص علشان خاطر يقعدها بدل الوقفه، بتحكي ده ازاي؟ هي سعيدة جدا طبعا بالموضوع ده، ومش عايزة اقول لك غير لها حياتها قد ايه بعد ما قابلته، وهي كانت متحمسة جدا ان هي تشوفه في المعرض، ولو اننا ما كناش متأكدين اذا كان هيقف عند البوث ده ولا لا. وهي بعدها عايزة اقول لك بقى اتشهرت جدا في المدرسة، واتشهرت جدا لدرجة ان في ناس بدأوا يكلموها ويقابلوها، في ناس بدأوا يتيحوا لها بعض الفرص ما كانتش موجودة قبل كده، يعني هي بتحب مثلا تتفرج على برامج الطبخ، ففي حد بيعمل كورس للطبخ خدها وخلاها تقضي يوم معاهم، فكانت سعيدة جدا. فالحاجات دي بتخليها تحس بان هي الناس بتحبها وان الناس متقبلاها زي ما هي، وبتبقى بترفع الروح المعنويه جدا. نعم. يعني عايزه اقول لك واحنا كلنا بنحب خديجه وكلنا بندعم خديجه، ويعني رجاء ان حضرتك توصلي لها يعني صوتنا وتقولي لها كل سنه وهي طيبه. مدام نجوى عبد الخالق والده خديجه شعبان احدى ابطال قادرون باختلاف، كل سنه وحضرتك طيبه.